توفي 4 أشخاص من صباح اليوم في منطقة تيغلاي بندور التابعة لولاية تيرس الزمور، وذلك بعد انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وفق ما نقلته مصادر محلية. وأكدت ذات المصادر استخراج جثمانين فيما يتواصل البحث عن 2 آخرين. وتتكرر حوادث وانهيار أبار التنقيب عن ذهب في الشمال الموريتاني نظرا لبدائية الوسائل المستخدمة فيها. وراح ضحية هذه الحوادث العشرات منذ عام 2016 تاريخ بدء ترخيص التنقيب الحر عن المعدن الأصفر.